متابعونا متابعي في الجول اهلا بيكم، ومعانا النهارده ضيف مميز. لما يكون منتخب مصر طرف في مباراه في الاولمبياد شغاله والناس ما بتتفرجش ومهتمين بمباراه تنس طاوله، يبقى اكيد الحدث مهم. ولما يكون في الحدث ده النجم اللي هينورنا النهارده، فاكيد هو نجم مهم. النهارده هيكون ضيفنا كابتن عمر عصر، خامس اولمبياد طوكيو في افضل انجاز مصري وعربي تاريخيا في التنس الطاوله. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك، ومبسوط جدا النهارده معاكم في الجول. كابتن، هنخش على طول في الموضوع، وعايزين نبتدي من لعبه تنس الطاوله نفسها. رغم انها لعبه شعبيه على مستوى الشارع، يعني دايما من زمان تلاقي ترابيزات البينج بونج موجوده في الشوارع، لكنها مش من اول ثلاث لعبات شعبيه في مصر. فايه السبب؟ زي ما انت بتقول، مفيش حد في مصر ما لعبش تنس طاوله. يعني اللي ما لعبهاش في المدرسه هيكون لعبها في المصيف، او هيكون لعبها في بطوله مثلا في مركز شباب او في النادي اللي هو مشترك فيه. انا بشوف ان تنس الطاوله ليها مستقبل كبير ان شاء الله في مصر. في اكتر من عامل ممكن يساعد على انتشار اللعبه بشكل اكبر، وكمان بشوف ان هي كانت زمان اشهر من دلوقتي. يعني انا مولود في مدينه دسوق، ومدينه دسوق كان الناس عارفه لعيبه تنس الطاوله اكتر ما تعرف لعيبه الالعاب الجماعيه بما فيهم الكوره حتى، لان كنا بنلعب دوري ممتاز، وكان لعيبه طبعا الاكبر مني ساعتها بيحققوا بطولات على مستوى البطولات الجمهوريه. فبالتالي انا اتربيت في المناخ ده، انا اتربيت ان تنس الطاوله هي لعبه مهمه، لعبه شعبيه في محيط المدينه اللي انا عايش فيها. وبالتالي ده خلى عندي طموح ان في يوم من الايام ان شاء الله تنس الطاوله تبقى لعبه شعبيه من يمكن توب فور ان شاء الله. طيب ازاي نقدر نحول القاعده الممارسه الكبيره دي لمحترفين؟ ايه اللي ممكن نحتاجه علشان نكون زي بره يعني؟ شوف، هي ده سؤال طبعا مهم جدا، وبشوف ان لما بيجي اي مسؤول عن تنس الطاوله في مصر دايما المفروض يكون هدف من اهدافه انه يوسع قاعده لعبه تنس الطاوله في مصر. وفي اكتر من طريقه. اولا انك تخلي اللعبه اكثر بساطه، يعني تخليها متاحه اكتر. الناس بدل ما تدفع اشتراك عشان تدخل تلعب تنس طاوله، ممكن الناس كمان تشوفها في الباركس، او يكون انتشارها اوسع في المدارس. فبالتالي لما يكون الاكسس للعبه اسهل، فاللعبه تنتشر اكتر. دي رقم واحد. رقم اتنين، لازم برضه تخلي اللعبه ما تبقاش غاليه. يعني اللي يشتري مضرب تنس طاوله زمان كان بيشتريه عشان هو على قد الايد. دلوقتي اللعبه مكلفه جدا، والمضرب مكلف جدا. فلازم برضو ان احنا نشتغل على ان الموضوع يكون يرجع تاني على قد الايد، ويرجع تاني ان ما يبقاش في مشكله ان انا اشتري مضرب واشتري كوره. اللبس مش مهم، ودي من مميزات تنس الطاوله، ان ممكن تلعب باي لبس. في امل كبير قوي ان هي تاخد انتشار اوسع، بس لازم نهتم احنا بيها ونخليها اسهل وابسط للناس. احنا مؤخرا شفنا بطولات تنس الطاوله، بطوله الدوري، بطوله الجمهوريه بتتزاع بالإضافة للأولمبيات والمتابعة الكبيرة. هل ده ممكن يكون لي دور في زيادة الممارسة وزيادة الشعبية بتاعت اللعبة؟ أكيد أكيد. أنك أنت تذيع منافسات زي بطولة الدوري أو بطولات محلية أو عالمية، هيبقى الموضوع مفيد جدا. بس كمان ده هيبقى بجانب لحاجة تانية، تشارك الناس إن هم يلعبوا. يعني أنا عايش في ألمانيا، وبشوف إن في ألمانيا دايما بيحصل حاجة جميلة قوي. ازاي تقدر ان انت تخلي الناس تجي لك الماتش مش عشان بس تتفرج، بس عشان كمان عشان تلعب. فبيحصل دايما ان في كل ماتش ينزل بعد انتهاء الماتش، ينزل بعض من الجماهير بذات الاطفال، وان هم يلعبوا مع اللاعب المفضل بالنسبه لهم. يسالوا الطفل مثلا انت بتحب تلعب مع مين، يقول له مثلا بحب العب تيمو بول، يقول له طيب النهارده تيمو بول لو كسب المباريات بتاعته هينزل يلعب معاك 5 دقايق. فينزل يلعب معاه ويتصوره، وبنسبه كبيره قوي اللاعب ده بعد كده بيشترك في النادي، ويبقى عايز يلعب، ويبقى عايز يبقى زي اللاعب المفضل بتاعه ان هو عايز يلعب فيه. فبعض مش عايز اقول الحيل، بس بعض الافكار الذكيه اللي تخلي الناس تشارك في تنس الطاوله وتيجي تتفرج على تنس الطاوله، ان انا ممكن اشوفها في التلفزيون واسال نفسي يعني صعب قوي، انا ممكن ما ابقاش عارف اتحرك كده، ده اللعبه سريعه قوي عليا، ده حاجات زي كده. ولازم اللاعب الصغير يجربها بايده عشان يقتنع فعلا ان هو ممكن يمارسها. طيب احنا في التنس الطاوله بشوف ان احنا دايما من خلال متابعتي متميزين افريقيا جدا، بنحقق المراكز على طول دورات الالعاب الافريقيه، بطوله افريقيا وما الى ذلك. ولكن بيختلف الامر لما يتعلق بالمنافسه عالميا. وصلت المركز الخامس في الاولمبياد اللي فاتت، فهل ده كان صدفه ولا كان نتاج تخطيط؟
بصراحة شديدة جدا. ده كان صدفة، مش عايز برضو أقلل من الإعداد أو من الجهد، ولكن ما كانش فيه خطة إحنا ماشيين عليها من ريو دي جانيرو بتقول إن إحنا في طوكيو هنجيب المركز ده. فعشان كده ده خلى إجابتي إن أنا أقول صدفة. لكن أنا بشكل شخصي أنا عندي المدرب الفني بتاعي، عندي المدرب البدني بتاعي، ماشيين على إعداد بدني وفني عالي المستوى. الاتنين المدربين دول بالفعل حاصلين على ميداليات مع لاعبين أخرى كانوا هم ماسكينهم قبل كده. ما حدش بيجرب فيا، عارف يعني المدرب اللي ماسكني دلوقتي الصيني هونج يو، ده توصل اللاعب الالماني ديمتري اوفتشاروف ان هو يوصل يكون رقم واحد عالم في 2017 ويتخطى الصينيين. فلما انا اتعاقدت معاه او بالبلدي خطفته من اللاعب الالماني، لان انا قدمت له عرض افضل، لان انا قدرت ان انا الحمد لله ربنا وفقني بقى عندي رعاه افضل، فده خلاني يبقى معايا افضل مدربين في العالم. دلوقتي يبقى منطقي لو اقول لك ان شاء الله ان انا بسعى ان يبقى فيه ان شاء الله ميداليه في باريس، ولكن كلنا بعمله مجهودات شخصيه. لازم النهارده يبقى احنا كلنا كتيم في مصر، وكتيم هنا معناها مسؤولين، معناها مدربين، معناها لعيبه اداريين، كلنا نبقى ماشيين في الاتجاه ده. لما انت بتقول ان احنا متميزين افريقيا، ده صح، ولكن المستقبل مرعب، لأن عندك أكتر من بلد يتفوقوا علينا في الناشئين والناشئات بمراحل، منهم نيجيريا. عند نيجيريا عندهم الفئة العمرية 18 سنة وتحت 15 سنة، بصراحة جديدة هم أفضل من مصر وأفضل من مصر بكتير. هفاجئك بقى أقولك إن كمان عربياً أنت ما بقتش رقم واحد في الفئة العمرية الصغيرة، وده يعني خطر كبير قوي جاي. يعني النهاردة لو جيت استضافت أي مسؤول في تنس طاولة وسألته أنت آخر بطولة عرب عملت فيها إيه؟ هيكون ده سؤال محرج بالنسبة له، لان احنا في العادي بيبقى احنا رايحين عندنا الميداليات كلها الحصاد بتاعها، واحيانا بتلعب انت الفاينل مصر ضد مصر. ما بقاش الموضوع ده خالص. دول زي ما شاء الله زي قطر، زي الكويت، زي السعوديه عندها فريق هايل تحت 18 تحت 15، وكمان البراعم تحت 12، لدرجه ان احيانا بيبقى المنافسه محسومه ليهم مش ليك، العكس تمام. فده كله بيقول ان المستقبل ما هواش بالشكل ان احنا بنحلم ان هو يبقى بيه، ويجب الانتباه مبكرا. طبعا في وسط اجابتك انت قلت لي ان انت علشان تخطف المدرب اللي معاك حاليا كان بقى عندك سبونسرز تخلوك قادر ان انت تجيبه وتدفع له عرض احسن. انت صح. ازاي اصلا قدرت تجيب السبونسر دي؟ هل في حد ساعدك ولا برضو مجهودات فرديه؟ لا طبعا انا عندي تيم هايل جدا بيساعدني، سواء مانجمنت، يعني عندي محمد عمر وعندي ابراهيم بدوي وعندي ناس كتير. هم اولا كانوا اصحابي قبل ما احنا نشتغل مع بعض، ولكن لان انا كان عندي احتياج ان يبقى في اداره محترفه بحيث ان هي تحاول تتكلم مع الشركات الرعاية. طبعا انا مش هقول اسامي الشركات، ولكن ناس مثلا زي الدكتور شيرين حلمي، ناس زي مثلا المهندس هشام. هو ده تعريف لكلمه اللي انا اقصدها بتاعت مجهود فردي، ان هو انا قصدي مجهود فردي ان هو انت والتيم بتاعك بالزبط. ان انت اللي بتعمل كده، انما مفيش مثلا مؤسسه هي كمتابعه للدوله بالزبط. هي اللي تبنتك او بتتبنى عموما الرياضيين وتوفر لهم السبونسرز. لا للاسف المجهودات اللي بتتم من عن طريق المسؤولين في تنس الطاوله في مصر، انا ممكن اصفها ان هي بدائيه. بمعنى ان انت النهارده الرياضه بقت مودرن، لازم النهارده تبتدي تعمل تسويق احترافي للعب. خليني برده اقولها بطريقه ابسط، انك انت تعرف تبيع الانجازات بشكل بلدي. يعني انك انت النهارده لما اجي احقق بطوله افريقيا في نيجيريا وافوز على لاعب مصنف في العاشر على العالم في بلده، انك انت ازاي تقدر توصلها للجمهور بالشكل اللائق، ما بنقولش اي مبالغه بس بالشكل اللائق، وكمان توصلها للشركات بالشكل اللائق بحيث ان هم كمان يكونوا بارتنرز، يبقى رعاه ليك ويشاركوا معاك بالظبط. هو هيستفيد وانت هتستفيد، وتمشي مع بعض في الدايركشن بتاع ميدالية اولمبيه، حاجه افضل من افريقيا. وده اللي انا بعمله بشكل فردي. انا عندي فيري بروفيشنال مانجمنت وهم بيساعدوني في الحكايه دي، زي ما انا قلت الدكتور شين حلمي، المهندس هشام سعيد، مدام هايدي، ناس كتير قوي بتحاول ان هي تساعدني بشكل فردي، ولكن من عن طريق مؤسساتهم. بس الصح ان يحصل ان يبقى مؤسسه بترعى مؤسسه. وتبقى انت كل فكرك ان انت بتلعب بس بالزبط. مش فاكر بقى، مش بتركز في الحته اللي بره دي، في ناس هم اللي ماشيينك فيها مش انت اللي مركز فيها. صح. دايما بشوف شرق اسيا تحديدا مميزين جدا في تنس الطاوله، خلاص هو مش سايبين مكان لحد تاني يعني، فاهم؟ حتى بقيه الدول بيبقوا مجنسين لاعبين من شرق اسيا. اشمعنى؟
شرق اسيا زي ما انت بتقول هم اسياد اللعبه، وخليني بقى اكون محدد معاك اكتر، الصين هم اسياد اللعبه. يعني الصين اصلها الموضوع بالنسبه لها مش مجرد رياضه، هم الصين عايزين يبقوا رقم واحد في كل حاجه، فلما يبقى هو اوريدي رقم واحد في حاجه مش هيسيبها. رقم اتنين، الموضوع بالنسبه له في الاخر خالص فلوس. يعني ايه فلوس؟ العالم كله بيروح الصين عشان يعسكر قبل البطولات المهمه بالنسبه لكل واحد، سواء على المستوى الفردي او على مستوى الانديه او على مستوى المنتخبات. انا عن نفسي رحت مع منتخب مصر زمان اكتر من 4-5 مرات اعداد في الصين، ورحت بقى مع النادي الاهلي كمان لما كنت بلعب في النادي الاهلي 3-4 مرات قبل البطولات المهمه، زي مثلا الانديه الافريقيه او الانديه العربيه. كنا دايما نروح الصين نعسكر ونطلع من هناك على البطوله، وربنا الحمد لله كان بيكرمنا مع النادي الاهلي بالالقاب. انت لما بتروح انت بتدفع ايه بقى؟ بتدفع طيران وبتدفع اقامه وبتدفع تريننج فيز، فهو بالنسبه له انت بالنسبه له زبون محترم، فعشان كده هو بياخد باله ان انت يبقى الاكسبيرينس بتاعتك اكسبيرينس كويسه، بيديك خدمه مش هتلاقيها عند اي حد. ده ممكن يحصل في مصر، احنا مصر، احنا صين العرب، واحنا صين افريقيا مع نيجيريا طبعا مع كل احترام، بس احنا عندنا الامكانيه ان انت يبقى اللعيبه كافراد او اللعيبه كانديه او اللعيبه كمنتخبات يقدروا ان هم يجوا لك يدفعوا لك فلوس عشان يتدربوا وعشان يعدوا لبطولاتهم. بس انت محتاج ارجع لك اقول لك تاني، هل انت بتعرف تسوق لنفسك بطريقه صحيحه؟ هل انت عندك بروفيشنال ماركتنج تيم؟ هو ده المهم جدا، وده اللي بيجيب الكلام ده. فعشان كده انا بس عايز اوضح حاجه فيها، النتائج اللي حصلت الاخيره بتاعت الاتحاد الخماسي ما حصلتش من 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 فراغ. النتائج اللي حصلت بتاعت اتحاد السكواش بقى لها دلوقتي 10-15 سنه من ساعه احمد براده برضه ما حصلتش من فراغ. الناس دي جابوا ناس بروفيشنال يديروا اللعبه، سواء على المانجمنت سواء فاينانشلي سواء ماركتنج، بييجوا يقدروا ان هم يحطوا خطه معينه يتارجت بيها اهداف، وفي نفس الوقت يدخل له دخل يقدر. اصل هي الرياضه والفلوس يعني اقتصاد في الاخر، طبعا هي في الاخر صناعه بالزبط. بس انت كمان بتتكلم عن الحته دي من ناحيه استثماريه، ان هو الصين بتركز عليها علشان استثماريا هو يستفيد، ولكن يبدو ان هو في طباع بشريه او حاجه خواص كده ربانيه هي موجوده فيهم مخليهم متميزين من الاول. صح. اساسا هل في حاجه معينه يعني مثلا مصريين مميزين في السكواش خلاص؟ صح. ماشي، واحنا لا بنبصين الموضوع استثماريا ولا حاجه. الصين مميزين في التنس الطاوله، الامريكان مميزين في السله، فايه اشمعنى التنس الطاوله تحديدا برضو اللي هم من الاول هم مميزين فيها؟ برضو صح، انت معاك حق، يمكن حتى قبل الموضوع ما يبقى مصدر الدخل القومي هو برضو داخل في الثقافه. يعني انت في الصين لو رحت في اي جنينه، لو رحت في اي بارك، لو رحت في اي مدرسه، لو رحت اي حاجه، بتلاقي معدل انتشار طاولات تنس الطاوله للعامه اكبر بكتير من اي حته تانية. يمكن في اوروبا زاد الموضوع شويه في الفتره الاخيره، وبدات يحصل مبادرات من المدن ان يبقى المدينه كلها بتلعب العاب غير الكوره. يعني انت عارف المانيا عندهم هوس بالكوره، ولكن دلوقتي ممكن تلاقي عندهم بروجكت مثلا تيبل تنس 2024، وعندهم بقى حاجات بيعملوها فظيعه. يعني مثلا تروح تلعب على طاوله تلاقي كده كيو ار كود يقول لك سكان مي، تروح جاي عامله بالموبايل يقول لك لو عايز تتفرج على الماتش الفلاني يروح كذا، يديك معلومات، لو عايز تعمل ريجستريشن في نادي تروح يديك تيكت فور فري. يعني حاجات فيري مودرن وما هياش مكلفه، هي اتعملت هنا في مصر هتنجح نجاح باهر، بس هي محتاجه حد فعلا يتبنى الفكره دي. الصين متبنيه بقى من زمان ان هي عندها الحاجات البدائيه، الطاولات، المضارب البدائيه، الكور العاديه خالص انت ممكن تلعب فيها في الشارع، وبقت خلاص جزء من الثقافه. عشان كده هم عندهم مليون لاعب مقيد في الاتحاد الصيني لتنس الطاوله. مليون لاعب مقيد في الاتحاد الصيني لتنس الطاوله. طيب قبل ما اسالك، احنا عندنا احنا كام بقى في مصر؟ مش عايز اقول لك عشان يكسب. لا بس عايز اقول لك ان احنا في التسعينات كان ترابيزات تنس الطاوله موجوده في كل شارع. صح. ومع ذلك برضو ما وصلناش ولا قربنا حتى من مرحله الصين او مرحله التميز عالميا، فايه الفرق؟ بص انا ما عايشش الفتره دي، فانا يعني انا ما اعرفش ساعتها هل في التسعينات كان في اللي بيحصل في الصين ان انت بتبدا في الشارع وبعد كده بتروح بيبقى عندك في المدرسه او في النادي بتاعك حاجه انت بتعملها بشكل يومي، روتين يومي، تمرين يومي، بيبقى المدرب بتاعك برضو هو عارف وبيمرنك ازاي وعنده من العلم ما يكفي ان هو يخليك يحطك على اول الطريق، بعد كده تختار. متهيألي هنا في مصر ممكن الموضوع يكون بيقف شويه عند الشارع، انا حتى لو هلعب في الشارع هفضل كل يوم العب في الشارع، مش هروح للجزء الثاني اللي هو اروح لنادي او اروح
حاجة أكبر. عندنا كم لاعب بيلعب تنس طاولة في مصر؟ أعتقد يبقى حوالي 2000، أعتقد هو ده المقيد في الاتحاد، ولكن ده على مستوى الهواية. 2000 يعني هو بيلعب بجانب دراسة أو بيلعب بجانب شغل. ده اللي هم موجودين في شارع في الصين مثلا. وكمان الصين يزيد عندنا بقى في حاجة، هي بيزيد عننا وعن العالم كله في حاجة كمان، المحترفين. يعني أنت كنت بتعمل ده بس فقط في حياتك، يعني ولا بتعمل جنبه دراسة ولا شغل، وده بيديك برضو الأفضلية أن أنت تبقى عدد ساعات التمرين كتير جدا، تفرغ بالظبط، وبالتالي هيبقى عندك تميز أكبر. بمناسبة بقى دوري اللي حنتكلم عنه واللي هو الممارسة وكده، أنت من دسوق. انتقال أسرتك للقاهرة كان مخصوص بسبب الانضمام للأهلي. بالظبط. إيه كواليس القصة دي، وإزاي يعني أسرة بالكامل تنتقل من مدينة لأخرى علشان ابنه هيلعب تنس طاولة مش كورة، بدوت مش معتاد؟ يعني احنا بدأنا بداية عادية خالص في نادي السوق، ما كانش فيه حاجة تدل ان انت ممكن في يوم من الايام تكون لاعب مميز. كان جروب كبير قوي، كان فيه انا وخالد عصر اخويا، وكان فيه اكتر من لاعب تاني، يمكن هم كانوا افضل مننا كمان، بس احنا كنا بنحب نكون في الصالة بشكل عام. يعني كان في جو ألفة وجو صداقة، وبنعمل كل حاجة تقريبا في الصالة، بنذاكر في الصالة ونتمرن في الصالة، أعياد الميلاد كانت في الصالة. يعني فدايما حتى الصور بتاعتي كلها اللي في الطفولة 90% منها في الصالة، لدرجة ان انا كنت بقول ما كانش في بيت ولا كان، يعني الموضوع كان غريب جدا. موضوع الانتقال للنادي الأهلي برضو كان غريب في رياضة ما هياش الرياضة رقم واحد في مصر، او ما فيهاش عائد مادي. دايما بنسمع ان لاعب انتقل من نادي لنادي بمبلغ كبير، بالظبط، ولكن احنا انتقلنا للنادي الاهلي ساعتها بدون اي مبلغ مادي. كل اللي كان بيدور في دماغ والدي الله يرحمه ساعتها هو كان عايز يدينا فرصه اكبر ان احنا نتمرن بشكل احترافي اكتر، نروح لنادي في افضل امكانيات متاحه في مصر. وكان دايما هو والدتي طبعا دايما بيبقى عايز يدينا افضل فرصه ممكنه في كل شيء، في الدراسه او في الرياضه. فهو شاف ان نادي سوق احنا جبنا اقصى ما يمكن ان احنا نجيبه في الامكانيات المتاحه، وكان لازم الانتقال للنادي الاهلي. عرض بعض الانديه الاخرى ساعتها على والدي، وكان حتى بمقابل مادي اكبر، بس كان ساعتها في وقتها النادي الاهلي هو اكبر نادي من ناحيه الامكانيات، المدربين، الاهتمام بشكل عام. فجاء بقى القرار بشكل فجائي جدا، جاء والدي قال لنا احنا بكره رايحين مصر، فكلنا فكرنا ان هي زياره، بس هو كان بيقصد ان احنا هننقل حياتنا كلها بمدارسنا، بشغل والدي، بشغل والدتي. حتى احنا كان من اكبر التحديات اللي موجوده، قعدنا سنه هناك ووالدتي كانت لسه في تسوق، يمكن حتى اول مره اقول الموضوع ده، عشان هي ما كانتش اخذت وقت شويه قبل ما تنقل شغلها، فقعدنا منفصلين كعيله، كل ده عشان في الاخر خالص تلعب تنس طاوله او تتمرن بشكل او تنس طاوله، لدرجه الناس كانوا بيصفوا والدي يعني ان ده ممكن ما يبقاش قرار حكيم في وقتها، ولكن هو كان عنده رؤيه وكان بيعمل كده عشان يدي لاولاده فرصه يعملوا الحاجه اللي هم بيحبوها بافضل شيء ممكن. واعتقد دوت كمان في زمنه هو بيعظم من دوره طبعا. لان حاليا بقى في نظره افضل للرياضه في مصر، يعني دلوقتي بقى في ناس بقت عارفه بتحس بقيمه ان هو ممكن تستثمر في ولادك كرياضه طبعا. انما في الوقت دوت مثلا في بدايه الالفيه او حاجه، لا ما كانتش الثقافه دي منتشره خالص تماما طبعا. في مصر يعني طبعا. فده كان فعلا ريسك قوي جدا طبعا. والحمد لله انه نجح. الحمد لله، يا رب يكون نجح. الحمد لله. ايه اللي الاهلي بقى اضافه لك خلال الفتره اللي فاتت وساعد في ظهور عمر عصر بالمستوى ده ساعه لما كنت لعب في الاهلي؟ يعني بص، بجانب الامكانيات الكبيره، بجانب روح الاهلي، بجانب الكلام اللي الناس كلها عارفاه ومتاكده ان النادي الاهلي بيمتلكه، انا لو هختار حاجه واحده فقط واقولها عن النادي الاهلي، وهو ان النادي الاهلي دايما عنده ان هو بيتطلع للي جاي، ودي حاجه يعني عايز اقولها، ممكن يبقى ده حق امتياز النادي الاهلي بالذات في مصر، ان هو انت النهارده خدت مثلا مركز متقدم في الاولمبياد، المده اللي انت بتفرح فيها بتبقى قليله جدا، وبعد كده بتبص طب انا عندي ايه بعده. النادي الاهلي كده في كل الالعاب، كوره، اليد، بعد كده نزولا لكل الالعاب التانيه الفرديه، وده الحاجه اللي انا ممكن اختارها تبقى حاجه يعني النادي الاهلي عنده بس الحكايه دي في الانديه اللي انا اعرفها. اللي عندنا في المنتخب بنفرح اوفر شويه، يعني خدنا مثلا، هقول لك على مثال، ربنا وفقنا مثلا خدت الحمد لله بطوله العالم الناشئين في الصين 2009. شوف بقى النتائج من 2009 لغايه يمكن 2011، مش هتلاقي حاجه واو بتحصل، احنا في المنتخب بنفرح اوفر شويه. 2013 خدنا برونز في الصين اول مره،
كاس عالم فرق. طيب من 2013 لغايه 2015 ممكن ما تلاقيش حاجه على مستوى الفرق كبيره شويه، ممكن على المستوى الفردي مثلا بحر متوسط دهب او حاجه، لكن النادي الاهلي اعتقد هو يوم اخرك يومين ثلاثه وتيجي تفكر اه طب انا كسبت النهارده دوره الالعاب الانديه الافريقيه، طب انا النهارده عندي دوري او عندي انديه العالم هعمل فيها ايه، هجيب مين، طب اللاعب اللي عندي مصاب طب اعمل ايه. والنادي الاهلي كمان عنده تمرين 365 يوم في السنه، يعني باقي الانديه بياخد فترات راحه كبيره شويه، بتوصل احيانا لفترات مبالغ فيها حتى في المنتخب. فانا احيانا ببقى عايز المنتخب يبص للاهلي يشوف هو الاهلي بيشتغل ازاي كمؤسسه، بالظبط بيشتغل الاهلي ازاي. وبتكلم طبعا على تنس طاوله تحديدا لان دي اكتر حاجه انا عشتها بصراحه، كل الحاجات اللي بقولها عن النادي الاهلي في تنس الطاوله كلها ايجابيه. برضو كنت من اوائل المحترفين وبشكل مبكر جدا عمريا صح. في السويد صح. كان ايه دور الاهلي في ده واقنعتهم ازاي، خصوصا ان كان واضح انك موهبتك قويه يعني ومبشره؟ شوف هو في اجتماع في حياتي هو حاسم الاجتماع ده، يعني انا دايما بقسم الكارير بتاعي ما قبل الاجتماع ده وما بعد الاجتماع ده. هو كان نادي الزمالك بيفوز بدوري المصري لتنس الطاولة حوالي 5 سنين متتالية. جميل. لدرجة ان النادي الاهلي من كتر المحاولات قال لك احنا هنغير الفريق كامل وهنفيه ناخد مجازفة هنلعب بالناشئين. فلعب بالناشئين كانت ساعتها عندي 14 سنة. فطبعا ده كان من الحاجات طبعا ربنا يعني وفقنا فيها بشكل كبير، فكسبنا الدوري السنة دي. وهما الزمالك كانوا افضل بكتير بكتير، يعني على الورق هما افضل بكتير. فلما كسبنا السنه دي النادي الاهلي برضو من الحاجات اللي بيعملها كويس قوي ان هو بيدي اللاعب حقه وبيحب يكرمه، فهو كرمنا كفرقه. وبس تاني يوم لقيت نفسي في نادي اهلي الجزيره قاعد على ترابيزه فيها كابتن محمود الخطيب وكابتن حسن حمدي، دكتور علاء مشرف اللي هو مدير تنس الطاوله ساعتها، مدير جهاز تنس الطاوله. فتخيل واحد عنده 14 سنه قاعد القعده دي. كان قبلها كان جاي لي الفرصه ان انا اطلع السويد احترف، والنادي الاهلي كان ما بين القبول وما بين الرفض، ناس موافقه وناس رفض. فانا قعدت فطلبت بقى، هم طلبوا مني قالوا لي يعني انت شايف ايه الفتره الجايه، فقلت لهم انا عندي فرصه ان انا اطلع السويد واللي هيكون مسؤول عني هو راجل بطل عالم بيتر كارلسون، هيبقى انا هبقى اول لاعب هو هيدربه. فانا شايف ان ده ممكن يبقى فيه بوتنشال كبير وفيه رؤيه كبيره. فطلبت منهم ان انا اطلع وخدت الموافقه في القعده. يعني انا فاكر كابتن محمود قال خلاص اطلع بس لو هترجع ترجع على بيتك يعني. فدي من الحاجات اللي انا فعلا بعتز بيها جدا وبتشرف بيها جدا. وحتى بعد كده قابلت مع كابتن محمود كذا مره في لبنان مره وفي مصر اكتر من مره، ودايما كنت بقعد افكر يعني اقول لك يا كابتن لما جيت قعدت معاك كده. فمن الحاجات اللي عمري ما هنساها ومن الحاجات اللي اثرت فيها فعلا في مجال الاحتراف يعني. طبعا. طيب هنا بقى هحتاج اسالك على حاجه، انتقلت من دسوق للقاهره ماشي سهلة، إنما بقى من مصر للسويد وإنت 14 سنة أو 15 سنة، أولا كان رد فعل أسرتك إيه وكنت عايش إزاي في السويد؟ هو أنا طبعا أولا محظوظ جدا أنا عندي اللي أنا مولود في العيلة دي، يعني عندي والدي الله يرحمه ووالدتي وأخويا، في ثقة كبيرة وفي دعم كبير قوي لدرجة إن أحيانا بيجي على مصلحة أخويا، حصل حتى في الأولمبيات اللي فاتت إن هو أحيانا كان بياخد من وقته عشان يجي معايا يمرني قبل ماتشاتي وهو عنده برضه هيلعب فرق. ففي تضحيات كبيرة قوي هما بيقوموا بيها، بالذات بعد ما والدي توفى وأنا كنت لسه في السويد، فكان لازم بقى يرجع تاني الاخ الكبير او كده، ولكن كنت برجع طبعا، ولكن كان هو بيحصل تضحيات اكبر منهم. والدتي ساعتها لما جالي العرض وان انا اطلع اسافر بره قالت لي انت لو طلعت ربنا ان شاء الله هيكرمك وهتبقى لاعب افضل، بس يعني حط ربنا دايما قدامك وخاف من غضب ربنا سواء في الشغل او حتى بره في الحياه التانية. المجتمع في السويد منفتح لاقصى درجه تتخيل، تقريبا كل شيء متاح ايا كان درجة العلاقة بينك وبين ربنا، ملهاش علاقة، بس انت لو عملت حاجات كتيرة بجانب تنس الطاولة بشكل كبير هتبطل، مش هقولك هتيجي بقى عليه، لا بشكل كبير هتبطل، لان المجتمع هناك بتحس ان هو ممكن ما يبقاش يعني ما عندوش الحته بتاعه ان عيب او لا ما اعملش كده او ما اسهرش، لا كل حاجه ممكن. ثقافه مختلفه. فبالتالي الواحد كان يحط خطوط، ده كان مهم قوي. ومع ذلك وصلت للمصنف الاول على السويد وانت عندك 16 سنه بس، عملتها ازاي بقى؟ برضو دي كانت حاجه عايز اقول كنت محظوظ جدا فيها، لان المحترف اللي النادي كان جايبه
للاسف حصل له مشكله في السيزن فما عندهمش محترف، وانا مصري فالقانون بيقول يا انا يا الصيني، ما ينفعش احنا الاثنين في نفس الوقت، هو واحد بس خارج اوروبا. فاللي حصل ان هم عرضوا عليا قالوا لي هتلعب بس بدون مقابل مادي، لان دي فرصه عمرك. الطبيعي ايه اللي بيحصل؟ طبيعي ان اللاعب بيلعب درجه 5 وبعد كده 4 وبعد كده اول ما بيطلع درجه اولى بيبقى مثلا عنده 22 ده اللي الناس كلها خدته. فانت تخيل واحد بيجي انت عندك 15 سنه فبيجي يقول لك ايه تلعب درجه اولى على طول، درجه اولى على طول، فهو كده بيختصر لك 7 سنين. فهو بيقول لك مش هديك فلوس، فانا كنت عايز اقول له انا اللي اديك فلوس يعني. عارف فلعبت معاه نص موسم بس اللي هو كان مصاب فيه اللاعب الثاني، ربنا وفقني وكان نص موسم رائع يعني الحمد لله. فعرض عليا موسم وبعد كده استمريت معاهم 4 سنين مقابل مادي بقى بعد كده. مقابل مادي بعد كده بدا الاول قليل، بعد كده بقيت الحمد لله يمكن من افضل 3 عقود في السويد الحمد لله. فده برده كان من الحاجات اللي ربنا كرم بيها جدا. تاني سنه بقى اللي هي اللي حصل فيها اللي انا كنت افضل لاعب في السويد الحمد لله، وكنا بننافس على اللقب. احترفت انت في السويد وفي المانيا وفي فرنسا ولعبت مع فرق جديده، ايه اللي عندهم مش عندنا وبي نقدر نعمل اجيال قويه؟ والله هو كتير، الفرق كبير جدا ما بين الانديه بالذات الانديه الكبيره. الحمد لله انا كنت محظوظ ان انا العب دايما في انديه بتنافس على اللقب المحلي، وده كان مهم قوي. يعني احيانا كان بيجي نادي مثلا عرض عليا قبل كده، فاكر في الدنمارك كان نادي عرض عليا رقم 5 أو 6 وعرض عليا كوبنهاجن، كان ساعتها محمد زيدان بيلعب في نفس النادي في الكوره وانا بلعب كوبنهاجن في تنس طاله، بس هما بيلعبوا تشامبيونز ليج وبيلعبوا في الدوري الدنماركي، بس هديني تقريبا تلتين العقد يعني في تلت طاير. برضو بعد استشارة العيلة والكلام ده دايما هما كانوا بيقولوا لا روح في الحتة اللي ممكن يديك بوزيشن، في الحتة اللي ممكن تعلي من الاسم عشان فيما بعد. الفروق ما بيننا وما بينهم ضخمة جدا يعني لدرجة مرعبة، بسبب ان احنا هنا بنشتغل بدون اهداف واضحة. انت النهارده لو جيت سالتني بتقول لي انت عايز ايه الاهداف اللي انت مثلا بتشتغل لها كفرقه بقى كمنتخب مثلا لغايه باريس 2024، ممكن ما اعرفش ارد عليك. اللي اقدر اقول لك عليه الحاجات بتاعتنا، لكن احنا ما فيش اهداف واضحه جايه لنا بنبقى عارفينها، انك لازم تكون في التوب فور في البطوله الفلانيه وفي الفلانيه. طب وهنعمل ايه للكلام ده؟ انا هقول لك حاجه غريبه جدا، خلاص الاولمبيك جيمز عملنا نتيجه الحمد لله نتيجه رائعه، من الاولمبيك جيمز لغايه وقتنا هذا ما حصلش تجمع منتخب واحد. دي حاجه غريبه جدا بجدها يعني مستحيل تحصل. افريقيا مثلا من ايام قليله بدون معسكر، بدون تجمع، بدون اعداد. التجمع ده مش بس بيديك فروق فنيه وبدنيه، كمان بيديك هارموني، بيديك ان انت تبقى مع الفريق بتاعك في يعني تجانس. نيجيريا بتعمل، المغرب بتعمل، تونس بتعمل، الناس كلها بتعمل، احنا مصر احنا الافضل. سؤال عجيب يعني، حاجات بدائيه. هقول لك برده مثال، ما بين ريو وما بين طوكيو 5 سنين تجمعين ولا حاجه. بالظبط تجمعين. بالظبط تجمعين. واحد قبل البطوله مباشره، واحد قبل البطوله مباشره، والتاني في 2020 اول 2020 لما كنتوا هتلعبوا الاولمبياد بس اتاجل. بالظبط. متوقعه جدا. انت معانا. لا اصل ده مش هيبقى تنس طاوله بس، ده هيبقى في كل حاجه. ما اعتقدش، لا ما اعتقدش. بص انا برضو عندي اصحابي في اكتر من لعبه. كل الاتحادات حصل عندهم ما شاء الله طفره كبيره قوي عشان نتائجهم ما شاء الله، عندهم ابطال. لازم الاتحاد زي ما تقول كده ايه يتحمس، زي ما اللعيب بيتحمس لازم المسؤولين يتحمسوا. هو هل شايف ان مثلا اتحاد التنس الطاوله في مصر شايف ان هو ده اخرنا، فعشان كده هو مهما عمل مش هينفع يجاري العالم بتوع شرق اسيا واوروبا والدول المتقدمه دي، فهو احنا كده حلو قوي، احنا متميزين عربيا وافريقيا وده اخرنا، فمش عايز يعني يتعب نفسه. بص هو لو شايف كده انا بشايف ان يبقى دي بصراحه كارثه. لان احنا ده مش اخرنا. انت كل شويه عمال بتضرب رقم جديد. سواء في البنات او في الولاد، وزي ما انا وضحت لك برضو المستقبل فيه يعني انذارات يعني خطر بيجي لك في الناشئين والناشئات. هل انت واعي لده؟ ده كمان انا بقولكش ان فلان اجمد من فلان وجهه نظري، لا ده ميداليات. يعني ده يعني دليل. فانت بتعمل ايه عشان كده؟ انا بشوف ان يعني بكل صراحه والله بدون ما يكون ده هجوم على اي حد، انا مش طبعي ان انا بهاجم على حد، بس بصراحه لازم النوعيه المسؤولين في الرياضات بشكل عام، في التنس الطاوله بشكل خاص، لازم يحصل فيها تطوير. زي ما اللاعب لازم يتطور، لازم كمان المسؤول يتطور فكريا واداريا. ان انت النهارده انا لازم يكون عندي بلان، لازم يكون عندي خطه، لازم يكون عندي هدف. ده دوري، ده دوري، ده دوري ان انا اعد اللاعب اداريا
ان هو يروح يأدي في التوب فور. وبعد كده لما يروح البطولة اقدر ان انا اهيئه نفسيا وبدنيا وفنيا ان هو يجيب لي الذهب. ده دوري. هل انا بقوم بدوري ده؟ ده سؤال. طب هقول لك مثال محدش عارف بقى الموضوع ده خالص يعني. وانا يعني انا متهيألي لازم احكي. احنا كنا في ليجوس. ليجوس فيها تحديات كبيرة قوي. طبعا منتخب نيجيريا بنلعب عندهم، الجماهير الكبيره اللي بتشجع ضدنا من اول ماتش، الزحمه، ليجوس ازحم من القاهره 3-4 مرات. يعني احنا كنا بنروح بناخد 10 كيلو في حوالي ساعتين ونص. انا خلصت السيمي فاينل، حصل تاخير في السيمي فاينل، هلاعب ارونا كوادري افضل لاعب افريقي، هلاعبه عنده في ارضه والماتش كمان ساعتين. هنا بقى بيبان انت مهاراتك كمسؤول عامله ازاي. الحلول ايه؟ هل ارجع الاوتيل تاني واستعد وارجع؟ مش هلحق الماتش. الحلول بقى اللي عند المسؤولين ايه ساعتها؟ يا عمر ريح شويه على الارض كده وقوم كده يعني اغسل وشك كده وربنا معاك. طب هاكل ايه يا جماعه؟ جايبين طبعا مش هقول الاسم يعني، بس من محل شهير بيعمل فرايد تشيكن. محدش بياكل فرايد تشيكن يعني قبل الماتش خالص. محدش بياكل، مفيش حد بياكل فرايد تشيكن اصلا. يعني ده خليني يعني ايه. فده كانت الحلول من الرئيس البعث ساعتها. فطبعا اولا ان انت تخش في مناقشه زي كده في خلال ساعتين، ده اولا دي برضو حاجه مش المفروض انها تحصل. فانا طبعا ما عملتش كده خالص، خدت قرار فردي، رحت الفندق اللي قدام الاستاد، اخدت حجزت ساعتين على حسابي وجبت اكل سيمبل خالص، سلطه ورز بكل بساطه يعني، سلطه ورز، وكلتهم وريحت ساعه واستعدت للماتش ورجعت. ما بقولش ان هو ده سبب المكسب، ولكن هو ده اللي لازم يحصل. هو ده سبب المكسب، هو ده اللي لازم يحصل. ايا كان في مكسب في خساره لازم يحصل. وبعدين عارف هقول لك حاجه، لازم اقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ لان لو لا قدر الله كان حصل خساره كان ممكن يقول لك ده بيتحجج او دي شماعه، لكن هو لازم اللي بيحصل يتقال في الخساره وفي المكسب عشان الناس تكون عارفه الاجواء اللي بيعيشها لعيبه الكوره واللي بيعيشها كمان اللعيبة الفردية، ان اللي احنا الاتنين عندنا تحديات بنقابلها، ولكن لازم في الاخر تتكيف عشان ربنا يكرمك وتجيب الذهب. احسنتك من كلامك ان هو كواحد انا يعني حقيقة مش متابع قوي للتنس الطاولة، ولكن من بره كده كنت تبص تقول ايه ايه ده ايه ده، ده احنا اهو في طوكيو بعد ما كنا في ريو وطلعنا من دور الاربعة وستين، في طوكيو وصلنا لدور الثمانية. المستقبل ده فيه هنا جودة، بيقولوا ان هي الاولى عالميا في سنها. ده المستقبل مشرق، ولكن لما تبص لدواخل الامور من خلال كلامك تلاقي ان الحقيقة عكس كده تماما طبعا. وان هي مجرد كالعادة حاجات فردية بتزلق. يعني محمد صلاح طلع في الكورة، ده مش معناه ان احنا بقينا محترفين في الكورة وبعدين قاعدة احتراف قوية. لا. مثلا احمد الجندي اخذ فضية خماسي حديث، ده مش معناه ان احنا بقينا في الخماسي الحديث ممتازين، ده معناه ان احنا عندنا موهبة صادف وجودها على ارض مصر بالصدفة. فنفس الفكرة موجودة في تنس الطاولة. صح. وكالعادة التخطيط هو النقطة المفقودة في المسلسل المصري عشان يبقى كويسين. يعني بتفق معاك جدا. واول طريق انك انت تحل اي مشكلة اولا انك انت تعترف بيها ان في مشكلة، احنا عندنا مشكلة. مش معنى كده ان اللاعب دايما بيكون هو اللي بيعمل كل حاجة بشكل مثالي. احنا كلنا بنخطئ يعني، ودايما بشوف انا يعني اي لاعب حتى لو جاب ذهب بيبقى عنده افضل. ولازم ان احنا يبقى فيه رقابة، ولازم اللاعب يبقى فيه رقابة، ومدرب يبقى فيه رقابة، المسؤول كمان يبقى عنده رقابة، عشان كل واحد يبقى عايز يطلع 100% بكل ما لديه، فاهم؟ يبقى عنده روح قتالية في كل مكان. بس أنا بشوف إن في رياضة تنس الطاولة الرقابة ممكن تكون على اللاعب فقط. في سنة 2005 أخدت بطولة أفريقيا. صح. وأدهم شرارة رئيس الاتحاد الدولي. صح. ادالك مكافأة، احكي لنا كده الموقف ده ايه اللي حصل. دي برضه من الحاجات اللي مش ناس كتير هتعرفها يعني. طبعا هو مستر ادهم شراره هو كندي من اصل مصري، هو رئيس الاتحاد الدولي السابق. وكنا في الجزائر، وكنت حصلت على بطوله افريقيا كاصغر لاعب ساعتها حصل يعني على بطوله افريقيا. فهو جه قال لي حاجه، قال لي هي في جايزه ماليه بس انا هعرض عليك عرض تاني، هعرض عليك منحه تدريبيه، المنحه دي تعتبر اضعاف اضعاف الجايزه الماليه انت ممكن تاخدها. فانا ساعتها انا بصراحه عشان برضه اكون صريح يعني انا عينيا زاغت شويه على الفلوس.
بس ساعتها كلمت والدي الله يرحمه وقلت له على الاثنين كنت دايما بستشيره يعني، فهو قال لي لا خد المنحه، فسمعت كلامه خدت المنحه، ودي اللي بعد كده كانت الطريق للسويد. انا رحت السويد شهر بعد كده اكتر بعد كده اكتر، فدي من الحاجات بصراحه اللي انا يعني مبسط لما افتكرها يعني. اعتقد يعني من خلال كلامك كده دايما حسيت فعلا فعلا والدك ليه دور كبير جدا. طبعا اي والد بيبقى ليه دور كبير جدا، ولكن حته العلاقه الاحترافيه اللي موجوده عنده ان هو اولا ينتقل بيك من دسوق القاهره، ثانيا ان هو يوافق على احترافك، وقبلها ان هو لا ده في فلوس اكتر هنا، الاسره دايما هتنظر ان هو اخيرا هيعوضني عن الشقه اللي انا عملته معاه، لا ده انت بيقول لك ايه، لا انت لا خد اللي في مستقبلك واللي هو هيكون هيوفر لك الجو الافضل حتى لو هيجي على الفلوس. صح. فاعتقد ده دور مهم جدا 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 يعني. جدا صح، معاك حق معاك حق. بمرورا بالكلام عن الفلوس وعن المواقف في 2013 بقى ودوره العاب البحر المتوسط، كان ليك موقف يعني عرفته كده مؤخرا منك انت تحديدا في النهائي، فاحكيه لنا ايه اللي حصل مع اللاعب الصيني واحمد صلاح. احنا كنا بنلعب دوره العاب البحر المتوسط، ومصر كانت احنا كنا اخر لعبه خالص، مصر كانت متعادله في حصاد الميداليات مع اسبانيا، وتنس طاوله اخر لعبه. تركيا بالنسبه لها كانت الذهب في معظم، طالما هي مستضيفه البطوله كانوا عايزين يحصدوا كل الذهب تقريبا. في تنس الطاوله جنسوا 2 من افضل اللعيبه تقريبا في منتخب الصين، وجنسيهم فقط عشان يحصدوا ذهب وفضه في البطوله دي. وقع حظي بقى انا مع اللاعب رقم 1 في المجموعه. فطبعا كان يعني الماتش وان سايد جيم خالص لي، كسبني بسهوله شديده جدا 4-0. كان نفسي ادخل معاه تاني عشان العب كوارتر فاينل، عشان العب على دور الاربعه. الحمد لله ربنا وفق وكسبت ووصلت رقم 2، وتلف بقى تاني الدايره ان احنا نيجي هنلاعب بعض تاني في النهائي بعد رحله طويله. ان انا خلاص يا اما هلعب على ذهب وفضه، وفضه بالنسبه لي كانت حلم يعني، او برونز حتى كانت حلم، ما كنتش مصنف خالص. فراح اللاعب اللي هو لسه كسبني في المجموعه من قبلها بيومين، راح عرض عرض، طبعا هو عرض غير اخلاقي يعني، بس واحد بيقولها عن طريق الضحك يعني. راح مع لاعب منتخب مصر والنادي الزمالك احمد صالح، قال له هو ممكن عمر يفوت الماتش وانا اعوضه يعني ماديا، ادي له جزء من المكافاه الماليه بتاعتي. طبعا احمد صالح انا وهو نعرف بعض، هو طبعا ما جاش قال لي اصلا على الموضوع يعني، وساب ننزل الماتش كده. المكافاه كانت كام يعني؟ هو كان بيتكلم في حوالي 7-8 10,000 يورو. ف نزلت الماتش وحسيت فيه ارتباك شديد من اللعيب الصيني اللي هو لسه كسباني، هو افضل لاعب باي فار عن اي حد تاني في البطوله. فاكرك وفيت بقى خلاص على العرض؟ هو انا مش عارف هو افتكر ايه، بس هو الظاهر ان هو كان عنده ارتباك شديد قوي، لدرجه ان الحمد لله كسبت 4-0. انا اديت بشكل كويس، بس مش الشكل برضه ان انا ممكن اكسب 4-0 يعني. بس الحمد لله كسبت 4-0، وبعد كده خدت ذهب الحمد لله. وفين وفين بقى بعدها مثلا بيوم ولا بيومين لقيت احمد صالح بيقول لي يا عمر ده حصل كذا كذا، فقلت له احمد لا طبعا، بس هي مدينة الذهب ما بتسويش اي فلوس طبعا يعني، ايا كان وتمثيل البلد اكيد، وان انت ترفع علم بلدك، وانك انت تفضل دايما يعني. انا حتى لما ان شاء الله يعني لاولادي، حتى ابني مثلا نوح او كده، هقول له ان شاء الله لما يجي اقول له ان انا في مره في يوم كان مصر واسبانيا متعادله مع بعض في الميداليات، والحمد لله مصر خلصت حصاد البطوله رقم 3 واسبانيا 4، فبالنسبه لي ده شرف كبير يعني، دي حاجه كبيره. ما تقليش المبلغ المادي اللي هو كان هيدهوني كان هيحقق لي يعني الافتخار ده قدام ابنك، الافتخار ده متقليش. طبعا طبعا.